اقتصادية للتكاليف بين تقريبا بين 3.8 إلى 8.8 لعدد من مشاريع الطرق في دبي. 7 مشروع مترو دبي حقق التعادل بين المنافع والتكاليف في عام 2016، ومتوقع أن يحقق 4.3 بنهاية 2030. ننتقل الآن إلى موضوع أهمية التكنولوجيا في مشاريع التنقل. تتطور التقنيات في صناعة مستقبل التنقل بوتيرة متسارعة، وتلعب دورا مركزيا في أنظمة النقل الحديثة، مما يعزز فرص الاستقلال الأمثل لشبكات وخدمات الطرق والنقل ورفع كفاءتها. في عام 2016 أطلق سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة، التي تهدف إلى تحويل 25% من الرحلات إلى وسائل ذكية ذاتية القيادة بحلول 2030. سيسهم طبعا تنفيذ مشاريع استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة في تحقيق منافع اقتصادية إجمالية تقدر بحوالي 22 مليار درهم بحلول عام 2030. وفي طور أهمية التكنولوجيا في مشاريع النقل، تم تحقيق إنجازات متنوعة. إجراء الدراسات والتجارب وعقد الشراكات والاتفاقيات لبدء تشغيل التاكسي الجوي بحلول عام 2026 كأول خدمة من نوعها في المنطقة، ومن المتوقع أن تحقق هذه الخدمة فوائد عديدة خلال 8 سنوات تصل إلى ملايين الدراهم. أيضا تدشين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للتشغيل التجريبي لمركبة كروز الكهربائية ذاتية القيادة في منطقة جميرة في ديسمبر 2023 من خلال الشراكة بين حكومة دبي وشركة كروز الأمريكية. وبعدني بقول لكم شيء، أنا استغربت على إصرار الشيخ حمدان أن يركب السيارة ويشوف، فأنا لاحظت ليش يبقي، يعني ما كان الشيخ ما يثق فينا، فيبقى لنا أفضل سائق في أمريكا في التخصص هذا. وأشوف أنا الشيخ حمدان في 20 دقيقة أو 25 دقيقة ما عنده شغل إلا يشوف رجل الريال ويديه، ما يدق أي شيء، السائق اللي موجود في السيارة. تميت ألاحظ أنا الملاحظة إلين ما خلص 20 أو 25.